أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجود توافق للرؤى بين مصر وموزمبيق في مختلف القضايا الإقليمية. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس موزمبيق، أكد الرئيس السيسي أن الحوار هو أفضل وسيلة لحل القضايا المختلفة، موضحا أنه ناقش مع رئيس موزمبيق الأزمة السودانية وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن هناك توافقا في الرؤى. أرحب بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دولة موزمبيق. في الأول لدينا مداخلة مع أعلي رئيس دولة موزمبيق فيليب نيوسي، وبعد كلمته سيقوم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه كلمته للحاضرين في هذا المؤتمر وللمتابعين للمؤتمر من خلال منصات وطنية ودولية. بعد إذن حضراتكم، أدعو فخامة الرئيس جاسينتو نيوسي رئيس دولة موزمبيق أن يوجه كلمة للحاضرين. شكرا جزيلا. أرحب بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دولة موزمبيق وفي وخاصة في العاصمة مابوتو. نحن كنا في انتظار هذه الزيارة منذ زيارتنا، ولكن الوقت لم يكن مناسبا بسبب أزمة الكورونا واختلاف الأجندة الرئاسية. في البداية عقدنا اجتماعا مبدئيا حيث عقدنا تقييم للوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، وكذلك ناقشنا الموقف الإقليمي والدولي، وخاصة مواقفنا كرؤساء دولتين أفريقيتين من القضايا المحورية. نعرب عن اهتمامنا في توثيق العلاقات والصداقة بين البلدين. الشعب الموزمبيقي والشعب المصري لديهم علاقات تاريخية قديمة. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على توثيق هذه التقاليد في العلاقات القديمة بين مصر وموزمبيق. نود أن نشكر على مصر لثقتها في موزمبيق ودعمها لنا أن نكون عضو غير دائم بمجلس الأمن والسلم بالأمم المتحدة. نود أن نشكر فخامة الرئيس السيسي ضمن المجموعة السداسية التي تبحث عن حل سلمي للصراع الأوكراني الروسي. وتبادلنا الانطباعات حول الأمن الدولي في السودان وليبيا واليمن، ولكن نريد أن ننسق سياسات مكافحة الإرهاب بين البلدين. وتحدثنا عن إعادة بناء المدن في نفس سياق مكافحة الإرهاب، ووجدنا تشجيع من جانب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقدراتنا في مكافحة الإرهاب. ومن هنا فنحن نسعد بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا للمشاركة في دورات مكافحة الفساد وتعزيز قدراتنا وتدريب القوات خاصة لمكافحة الإرهاب وخاصة العمليات أخرى لمواجهة بعض الأزمات أخرى. في المجال الدبلوماسي والاقتصادي اتفقنا على تعزيز العلاقات في مجال البنية التحتية والكهرباء
لأن مصر لديها خبرة عديدة في هذا المجال والتعاون في مجال الزراعة ومجال صيد الأسماك وفي مجال تكنولوجيا المعلومات. ولذلك سوف ننشط اللجان المشتركة بين البلدين حيث سيكون لقاءات للفنيين في المجالات المختلفة للاتفاق على برامج العمل. وفي اتفقنا على أهمية التقارب بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الموزمبيقي وخاصة للدور الهام الذي يلعب الدور الخاص المصري في تنمية موزمبيق. وبالتأكيد مع زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف تكون لها أثار إيجابية في هذا التعاون ونأمل في الاستمرار. وأشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارة واختيار بلدنا لاستهلال زيارتكم وانفتاحكم على القارة الأفريقية. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس فيليب نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق الشقيق، السيدات والسادة الحضور، اسمح لي فخامة الرئيس أن أنا أتوجه لك بكل الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللي احنا قبلنا بيه في بلدكم الجميلة في العاصمة مابوتو، وأهنيكم على ما رأيناه من تطور كبير جدا في هذه العاصمة، وأهنيكم أيضا على توليكم المقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامين 23 و24، وأتمنى لكم في كل التوفيق فخامة الرئيس. زي ما فخامة الرئيس قال، احنا الزيارة ديت يعني كانت المفروض هي مخطط لها قبل يعني خلال قبل 2021، ولكن الحقيقة أزمة كورونا وتأثيرها على حركتنا كلنا كان حدث من احنا نقوم بهذه الزيارة، لكن الحمد لله احنا سعداء بوجودنا الآن في زيارة بلدكم الجميلة. وتحدثت مع فخامة الرئيس على في أثناء المباحثات الثنائية على أهمية تطوير العلاقات في مختلف المجالات، ويمكن تكون اللجنة المشتركة وسرعة عقدها بعد تكون يعني تشكل قوة دفع كبيرة جدا في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيهم التبادل التجاري والاستثمارات المختلفة، وأيضا الموضوعات اللي ذكرها فخامة الرئيس من موضوعات البنية الأساسية وتبادل الخبرات والتدريب اللي ممكن مصر تقدمه لأشقائها في موزمبيق فيما يخص سواء كان تدريب في مكافحة الجريمة زي جريمة الاختطاف اللي فخامتك تحدثت عنها أو الموضوعات اللي خاصة بالإرهاب، وإحنا يمكن تكلمنا فيما يخص الإرهاب على أن دي تجربة فيها في مصر منذ السبعينات القرن الماضي، وأن هي محصلة جهل وتخلف وفقر بينتج عنه شكل من أشكال التطرف ينتهي إلى استخدام الإرهاب كأداة يعني، وبالتالي المقاربة الأمنية ما كانتش فقط المسار اللي مصر كانت بتنتهجه في مكافحة الإرهاب فقط، ولكن أيضا البناء والتنمية والتعمير ده كان أحد المحاور اللي احنا بنتكلم فيها، وأيضا تحسين يعني وتصويب الخطاب الديني ده أيضا أمر احنا اتكلمنا فيه، وإحنا في مصر مستعدين أيضا إن احنا نقدم في هذا المجال من خلال مؤسسة الأزهر الشريف تدريب للأئمة والعلماء اللي يرغب في فخامة الرئيس، أو إن احنا نرسل علماء من جانبنا إلى اللي هنا لإعطاء صورة سامحة عن الدين بعيدا عن التطرف، بالإضافة طبعا للتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات فيما يخص مكافحة الإرهاب. واسمح لي فخامة الرئيس إن احنا زي ما يعني دا
دائما نتحدث ان احنا لدينا خبرات جيده في مجال يعني المشروعات المختلفه في كل المجالات، لان مصر خلال السبع سنوات او ثمان سنوات اللي مضت كان لها خطه استراتيجيه كبيرة جدا جدا لإقامة بنية أساسية متطورة في كافة المجالات، سواء كان في الطاقة أو في النقل والمواصلات أو في التعليم في الصحة، كل ما هو يخص الدولة بمفهومها الواسع احنا اشتغلنا فيه على مدى، وفي زي ما قلت 5000 شركة بتشتغل ولديها قدرات وتستطيع أن تقدم هذه الخبرات إذا كان ده مناسب لدولة موزمبيق لنقل جزء من هذه التجربة في المجالات المختلفة. زي ما قلت كل الموضوعات اللي ممكن نتكلم فيها سواء كانت موضوعات خاصة، مصر تقوم الآن ببناء شركة فاولين العرب سد جوليس نيرين في تنزانيا، وده سد ضخم جدا، وده لدينا الخبرات لعمل أي شيء ممكن يكون فيه فائدة تعود بالنفع على دولة موزمبيق. ايضا تحدثنا ايضا على ان احنا ما يمكن تقديمه من مساعده في المنطقه اللي هي يعني اللي بتشهد شكل من اشكال الارهاب في المستوى الصحي، وده امر احنا هنبقى مهتمين به بالتنسيق مع وزاره الصحه في موزمبيق، ونشوف ايه اللي ممكن نقدمه في هذا المجال. زي ما تحدثنا خلال وتحدث فخامة الرئيس على ان كان في توافق للرؤى تجاه القضايا المختلفة على مستوى القارة وعلى مستوى الاقليمي والدولي، ايضا كان في توافق فيما يخص القضايا زي القضايا الموقف تطورات الموقف في ليبيا وتطورات الموقف في السودان وأهمية يعني العمل على إيجاد تهدئة وإيقاف لإطلاق النيران، وأيضا الحوار هو أسلم وسيلة في حل القضايا والخلافات المختلفة، وده واضح إن ده توجهنا جميعا من أجل إيجاد حلول لقارتنا الأفريقية وعلى أرضها اللي هي أكثر قضية حديثة لأن هي قضية التطورات اللي بتحدث في السودان. ايضا تحدثنا عن موضوع الازمه الروسيه والاوكرانيه واهميه الوصول الى حل دبلوماسي لها بعيدا عن الصراع والاقتتال، وده امر احنا ايضا متوافقين على ان احنا يعني ده اهم مهم جدا ان احنا تحسبا من ان ده يكون له تاثيرات اكثر خطوره على الامن والسلم الدوليين. في النهاية أنا بشكر فخامة الرئيس وبوجه له الدعوة على زيارة مصر في الوقت المناسب لي، وأيضا بشكره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللي احنا قبلنا في بلدنا الثاني موزمبيق، لأنا سعيد جدا بزيارة ليها، وبوجه التهنئة لفخامة الرئيس أيضا على قيادته الحكيمة وعلى دايما اتفاقه حتى مع المعارضة. أنا بهنيك في فخامة الرئيس، مهم جدا أن دايما نتفق على أن مصلحة البلد الدولة هو أهم حاجة، فبهنيه على هذا أيضا الاتفاق، وبتمنى كل التوفيق وبتمنى للشعب الموزمبيقي كل التقدم والسلام. شكرا جزيلا.